صدر العدد الجديد من مجلة إنفينيتي، المجلة الاجتماعية الثقافية الفنية المنوعة. تطلعون فيه نجاح كبير لمعرض أبوظبي للعقارات، سياحة ما بين شوكولاتة سويسرا وطمور باب الشمس، الرشوة هدية ملهمة، والدروس الخصوصية تستنزف النفوس والفلوس. في قوافي إنفينيتي خالد الضنحاني، قصائد ترجمت إلى الفرنسية، سوزان إسكندر أول مصورة سعودية عالمية، بوتشيلي يسحر عشاقه في أبوظبي، وشذا حسون تنفي علاقتها بالساهر 50 عاماً على تأسيسه، تلفزيون لبنان أولى المحطات في الوطن العربي، الدكتور نيفين راجح نصائح طبية لأسنان صحية. في ملف العدد قوانين الجنسية ظالمة للمرأة العربية وأطفالها، نجمة الغلاف هيفاء وهبي تتحدث عن الحب قبل الزواج بأسبوع. بالإضافة إلى ملف الجمال وأحدث خطوط الموضة في عالم الأزياء والتجميل والأكسسوار، والأبواب الثابتة التي تهم الأسرة والمجتمع، وجديد الديكور والتكنولوجيا والثقافة والمطبخ والأطفال والأبراج وزوايا الآراء المتعددة. إنفينيتي لكم ولمن تحبون، اطلبوها الآن. رئيسة التحرير التنفيذية مريم شقير أبو جولي.